ليش ما رجع مطار؟ ليش ما تسافر؟ انا ما في سفر يا اخي، انا اسوي خروج عوده 6 شهور، تذكره 2000 ريال هذا تذكره انت كله، والحين انا ايش اسوي؟ هذا مسكين سواك جام الهند بابا، انا هنا وانا ودي سواك هذا، انا ما في روح. ليش ما في تروح؟ ليش تكنسل انت سفر؟ انا كنسل، انا ما في. ليش كنسل انت السبب سافر؟ فيك عندي كل مشكله بابا، عنور ايرون كلهم وقفونا. مين وقف فلوس هذا؟ حكومه وقف؟ اي ما انت غير فلوس في البنك، اي بنك تروح بالبمباي، اي مطار ولا من هنا غير فلوس. وين راتب 6000؟ 6000 موجود، موجود معك فلوس. طيب اروح بند الهند انت غير فلوس، كل حنود سافر. بابا شوف بابا، هذا عنيور ايرم حكومه كلهم سكر. مين وقف هذا؟ من الرئيس الجديد سيمسن فرعون. فرعون فرعون في الهند. اي سيمسن فرعون كلهم وقف، كل مشكله. ايش هذا الرئيس هذا؟ رئيس نريندر مودي. ما في منموهن سينغ؟ لا منموهن سينغ كويس. نرا غاندي 100 100، منموهن سينغ 100، راجيف غاندي، كل هذا بلد متطور يعني. هذا جديد سيم في رون بابا. اي اول ايش الشغل هذا يا رب؟ واول شغل هنا سيم مت ريلوي ستيشن معلوم. ايوه محطة قطار. ايوه ريلوي ستيشن يسوي شاي قهوه. ايوه قهوجي. قهوجي. قهوجي رئيس. علين رئيس. رئيس وزراء قهوجي. قهوجي. يعني مخ ما في، كيف معلوم؟ ما في معلوم. كيف يمشي بلد؟ كيف يمشي؟ ما في مال. ابو ناطن وانا ورا جوي جوكي أما أرينا اللي ابو ناطن. لا بالله. الحين كم برسنا بابا؟ الحين أنا إيش أسوي؟ أنت أبغى سفر ولا ما في سفر؟ يعني أنا ما في، أنا سافر، أنا بون لا، عندي كبون لا. يعني كيف الطريقة هذا؟ بعدين هذا خلاص أنت روح تجيب رئيس هذا الشغل بوفية قهوجي. هذا نريندر مودي هو ما في كويس بابا، كلهم سكر، كلهم جنغل، كلهم ناس مشكلة. الحين أنا أقول لك، الحين أنت ما في سفر. ما في سافر ليش انت يعني كلب سمسم كلب انت الحين؟ لا كير لك كلهم هندي كلب زياده بابا، كلهم كيو بانك لوك نكم كنتل كيو نكنا ആളുകളെ ഒന്ന് പട്ടി അടിക്കാ പട്ടിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ليش ايش كلب كلب ايش مشكله كلب كلب ممكن هذا كلهم سيم صغير بزرع كدكنا يعني قطه. ايوه طيب طيب سوي هذا ما في قط، ليش ما يقتل الكلب هذا؟ بلديه ما في بلديه يجي قطع. لا كل سوي هذا برميل سوي هذا حبوب هذا رش كله رش هذا بعدين خلاص يجي هذا بلديه نفر سوي اندكشن حبر هذا كلب كل ما موت هذا يعني بارينوكو منسلند نايكل كله نايكل نايكل كنا بيبرر والله هنا كان حكومه كويسه بابا نايكل ممكن كلب قتل بعدين او سجل مشكلة ايش كب انغنيت പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ يعني انت في روح بلد انت في انا ما في سفر بابا انا ما في انا ليش سفر انت خوف اكل كلب خوف انا في فلوس ما في ليش انا بويت ليش يعني فايدة. كل نفر ما في روح عشان بابا انغنيت ابلورد بانك لو كيو ആശുപത്രി لو كيو എവിടെ ചെന്നാൽ 500000 വേണ്ട ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ يعني معناته انت ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക انت وقف مثلا في سرا في بنك يجي كلب قطع انت ايوه ايوه يعني يجي كلب كل مطار كلهم تري كلهم كلب زياده هنا هذا مين هذا في هذا في سين سي سدي كلب مينكا غاندي مشكله هو اندرا غاندي لا مينكا غاندي يعني مين هذا مينكا غاندي هذا ثاني رئيسي لا اول هذا غاندي هذا اندرا غاندي 100 100 100 اندرا غاندي اندرا غاندي سونيا غاندي هذا زوجة رجيف غاندي صديق انا كله حكومه سوا معلوم انا هذا طريق هذا مينكا غاندي طريق ثاني ما في سين اندرا غاندي راجيف غاندي ما في ثاني طريق طيب هي مين ايش كلام هي هو ممكن هذا كلب كلهم കുട്ടികളെ കടിച്ചാൽ കൊന്നാൽ സജ്ജന കറിയില്ല بابا ثاني الحين خلاص انت ما في سفر انا ما في سفر الحين هذا مسؤول من مسؤول هذا الحين خروج عوده مثلا فلوس انا فلوس ما في مشكله ايوه خلاص انت ما في سفر انا ما في سفر بعدين مره ثانيه سفر بعدين انا ما في مسؤول انا بعدين انا ما في مسؤول بعدين انا سفر انا بعدين يقول لي سافر ما في سفر طيب انا 3 سنة بعدين منموهن سينغ يجي بعدين انا سافر نريندر مودي هندي رئيس انا ما في رو يعني كم سنه باقي هو باقي اترول لندي جنغ يرناني يعني كل هنود ما في سافر عشان هذا رئيس